نبدأ من موقعنا، موقع صدى البلد، ومنه نقرأ: السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل للمساحات على جانبي المحاور الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الحي الدبلوماسي ومدينة الخيول العالمية ومركز مصر الثقافي الإسلامي. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلا عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى، والاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي على جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود. وقد وجه الرئيس باستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخم على كافة رقعة الجمهورية.